متابعي القناة، أسعد الله أوقاتكم إلى هذا الفيديو الجديد. انطلقت عملية تثبيت الكراسي في ملعب حمام عمار في ولاية خنشلة. هذا الملعب الذي يستضيف فيه نادي الولاية اتحاد خنشلة مبارياته في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والصور التي هي أمامكم توضح استعمال الكراسي العادية وباللونين الأسود والأبيض، وهي ألوان نادي اتحاد خنشلة. العملية متواصلة وستنتهي قبل انطلاق مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وللتذكير، فإن الملعب بعد تثبيت الكراسي فيه لن تتجاوز طاقة الاستيعابية 8000 مقعد، وهذا العدد هو مؤهل لاحتضان مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لكن الشيء السلبي في هذه العملية هو البقاء على الأرضية البلاستيكية أو ذات العشب الاصطناعي. كنا نتمنى أن يتم تطوير الملعب بأرضية ذات عشب طبيعي. إضافة إلى ذلك، فهنالك مشروع لتغطية مدرجات الملعب ولكن لم تنطلق فيه، ومن المرجح أن تكون حتى الموسم المقبل. والعملية مدرجة في إعادة التهيئة والترميم. غرف تغيير الملابس ومكان تقنية الفار، يعني غرفة تقنية الفار، كل شيء أصبح جاهز في الملعب. تبقى فقط الأرضية ذات العشب الاصطناعي وكذلك تغطية المدرجات التي ستكون في القريب العاجل. هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر التطورات في ملعب حمام عمار في خنشلة. إلى اللقاء.